طيب هكمل مع اتحاد كوره وندخل في التحكيم. التحكيم عامل صداع كبير جدا في الفتره الاخيره. اللجنه اللي اعلن عنها الاتحاد لمعاونه مارك كلاتنبرج على صفيح ساخن، وبيحاولوا يمنعوا كابتن محمد فاروق وكابتن تامر دري من الاستقاله لانه في حاله تخبط شديده جدا، وكلاتنبرج مسافر اجازه الكريسماس. فخلونا نسال المتخصصين في هذا الامر. معانا طبعا النجم الكبير والخبير التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس هيكون معانا. طيب كابتن ناصر ازاي حضرتك يا فندم؟ تحياتي كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن ناصر، وبعدين ماذا يحدث في لجنه الحكام في مصر؟ اللي انا عاوز اقوله لك كابتن الاسلام، ماذا يريد اتحاد الكره من لجنه الحكام؟ ماذا يريد اتحاد الكره من لجنه الحكام؟ ايوه دي البدايه. كابتن اسلام، في الوقت اللي الاتحاد الدولي النهارده بيسعى الى تطوير منظومه كره القدم بصفه عامه والتحكيم بصفه خاصه، وده شفناه في مونديال قطر 2022. شفنا قد ايه الحكام بتتعامل، قد ايه الحكام بيتم اعدادها بشكل جيد، قد ايه المردود كان مردود هايل ورائع للحكام في كاس العالم. النهارده المفترض احنا مش بنبعد عن الاتحاد الدولي ولا الاتحاد القاري ولا الاتحادات الاهليه. كابتن اسلام، هديك مثال للجزائر. نعم. ولجنه حكام الجزائر يا كابتن اسلام، وهقول لك ماشيين ازاي الناس هناك. ايوه، واحنا يا ريت يعني احنا نمشي زي الجزائر. الجزائر جابوا ليم كيم شونغ اللي هو عايز لجنة الحكام في أفريقيا، جابوه مسكوه مدير تطوير التحكيم. جابوا جمال حيمودي حكم الدولي اللي هو ليه يعني اسم كبير، مسكوه لجنة الحكام. هنا عندنا مدير تطوير وعندنا لجنة حكام. أنا النهاردة مدير تطوير عشان أجيبه كابتن إسلام لازم أقدم له كل الظروف اللي هي من خلالها هينجح عشان أقدر أحاسبه. طيب أنا النهاردة كان عندي تامر دوري موجود، راجل مسؤول الفار في لجنة الحكام ويعتبر رقم واحد مع الراجل كلاتنبرج يا كابتن اسلام. وعندي محمد فاروق كان مسؤول تعيينات في الدوري الممتاز، وكان مع ايمن دجيش الاثنين مسؤولين عن التعيينات في الدوري الممتاز. حصل مشاكل اداريه وانت عارفها، بدايه الموسم التحضيري ما كانش موسم جيد. حصلت مشاكل كتيره ما بين ترشيحات القائمه الدوليه، ومشاكل ما بين اختياراتها، ومشاكل ما بين المعسكرات. الناحيه الاداريه ديت حصلت بيها مشاكل، قالوا هنجيب توفيق السيد. تمام، توفيق السيد يا كابتن اسلام، وانا بقول اهو الكلام كان ان هو هيبقى مدير لجنه الحكام. خلي بالك، مدير لجنه الحكام مكان الكابتن احمد ابو العيلة. الكلام ده مهم جدا يا كابتن اسلام وانا بقوله، وعلى مسؤوليتي. اتفضل يا كابتن. كابتن توفيق السيد كان رئيس لجنه الحكام القاهره على مدار 6 سنين، وكان بيقدم مردود كويس. قالوا له تعالى امسك مدير لجنه الحكام نتيجة الأخطاء المتكررة والمشاكل اللي هي مع الحكام والماتشات اللي مش بتتبلغ للحكام، حاجات كتيرة جدا جدا. نعم. فوجئنا بإن إعلان لجنة الحكام طلع كالآتي. إن توفيق السيد بدل ما كان هيبقى مدير لجنة الحكام، قالوا إن هو هيبقى مسؤول توزيع المباراة في الدوري الممتاز مع مهند دبا اللي هو الحكم الدولي السوري. تم استبعاد محمد فاروق. الحكم الدولي السوري؟ الحكم الدولي السوري هو موجود في لجنه الحكام كابتن اسلام، من ضمن لجنه الحكام. طيب انت حضرتك جبت توفيق السيد بدل ما انت كان هيبقى هو مدير لجنه الحكام اداريا، لان احنا عندنا مشاكل في الناحيه الاداريه كتيره جدا جدا. نعم. قلت له تعالى امسك حاجه هو يعني مش عاوز اقول هو مش بروفيشنال فيها، ولكن هو كان يبقى بروفيشنال في كمدير لجنه الحكام، لان هو كان ماسك رئيس لجنه الحكام القاهره وكان ماشي بيها بشكل كويس. نعم. طيب حضرتك انت مشيت تامر دوري، نزلته في ان هو يعين القسم الثاني والثالث. طب مين هيمسك الفار؟ وهو الراجل كان بيعتمد عليه كابتن اسلام بشكل كلي، يعني بيحط ثقته في تامر، لان تامر كان عامل شغل كويس قوي قوي مع الراجل. نعم. جبت تامر دوري حطيته في تعيينات الدوري اللي هو الممتاز به والقسم الثالث. تمام. وشلت محمد فاروق حطيته في القسم الثاني والثالث، ودي حاجه لا تليق بيهم كحكام دوليين كبار. طبعا. خلي بالك اللي كانت يعني اللجنه كانت قايمه على 3 يا كابتن اسلام. انا اتكلم معاك بامانه، كان كلاتنبرج وكان معاه تامر دري، محمد فاروق، ايمن دجيش، وكان طبعا بقيه الاعضاء مع احترامي لهم كان حمدي القاضي وسعيد عبد الرحمن. النهارده لما انا تامر دري يقدم استقالته اعتراضا على اعلان لجنه الحكام، لان هو شايف ان دي حاجه بالنسبه له مش هو دوت اللي كان بيطمح فيه. طيب
لغايه النقطه دي واضح جدا. برضو خلينا ناخد معانا ايضا كابتن محمد صلاح، لسه مش معانا، طيب لغايه لما يجمع. كابتن ناصر ممكن بقى حضرتك تكمل. كابتن اسلام، انا السؤال ماذا يريد اتحاد الكره من لجنه الحكام؟ يا جماعه احنا مفترض يا كابتن اسلام احنا في الدوري والماتشات كل ثلاث مباريات هذا اللي بيحدث ده يعني بيعمل ايوه يا كابتن. انا كنادي يعني انا هتكلم عن النادي الاهلي كنادي اهلي، عندي 70 80 مليون واحد في ظهري. المباراه السابقه انا شفتك لما كنت بتتكلم عن موضوع الهاني سليمان ان هو ماسك الكره 13 ثانيه. طيب انا ذنبي ايه في ان انا يحصل اخطاء زي دي؟ انا مشجع، ذنبي ايه في ان انا يحصل اخطاء؟ مالكش دعوه بقى فرقتي وحشه، فرقتي كويسه، فرقتي كسبانه، فرقتي خسرانه، فرقتي متعادله، محدش له علاقه بهذا الامر. انا عايز تطبيق القانون في مثل هذه الامور. واحد يبقى ماسك الكوره 13 ثانيه، مش مثلا 7 ولا 8. انت عارف انا اعتقدت ايه يا كابتن ناصر؟ ايوه انا رجعت للائحه، لولا ان حضرتك حطيتها برضو يوم الاستوديو التحليلي، فرجعت للائحه لقيتها موجوده. انا قلت القاعده دي اتلغت، اتلغت من الـ من الـ من القواعد اللي موجوده في التحكيم، لقيتها موجوده. طيب لماذا لا يتم تطبيق مثل هذا الامر؟ على فكره ما انا ممكن تيجي الفاول دي وتخش جول اكسب بيها، صح ولا مش صح؟ كابتن اسلام هقول لك على حاجه مهمه جدا. انا قلت ايه في تحليلي؟ انا قلت لو في حكم مره طبق القانون واحتسب ركله حره غير مباشره محدش هيعمل كده تاني، صح؟ اي كل حراس مصر يا كابتن محدش ابدا. ايوه يا كابتن، انا دلوقتي استفدت، انا يعني انا كراجل مشجع اهلاوي قاعد دم محروق من مستوى فريقي، ماشي احنا متكلمين عليه، لكن حضرتك احسب انا عايزني دمي يتحرق كمان من التحكيم؟ يعني مش كفايه اللي بيحصل؟ انا بقول لك على حاجه مهمه جدا. احنا كحكام كانوا بيقولوا لنا ايه؟ يعني احنا كنا يعني انا حكمت مباراه، وانا اسف اني اقول الكلام ده، في وسط 70,000 متفرج اهلي واسماعيلي واهلي وبورسعيد والمصري والزمالك ومصري تمام، ولا كان عندنا فار ولا كان عندنا حاجه خالص. انا كحكم يا كابتن انا ماليش علاقه بالفريق بيضيع اهداف بالظبط كده، الفريق اداؤه مش كويس، انا بطبق القانون يا جماعه. لا يا كابتن انا بكلمك انا كجمهور، انا بقى كمشجع، انا كمشجع انا ذنبي ايه دلوقتي؟ خلينا ناخد طيب كابتن محمد صلاح عبد الفتاح الحكم السابق. كابتن محمد نفس السؤال هساله لحضرتك، انا كراجل مشجع ذنبي ايه في ان اخطاء التحكيم ممكن ممكن يبقى نسبه 50% 50% ان انا ما اكسبش مباراه؟ اهلا بيك الاول كابتن اسلام. ازيك يا كابتن محمد؟ الحمد لله ربنا يخليك. هسالك عن لجنه التحكيم، ولكن بما اني بتكلم مع كابتن ناصر في هذا الامر يعني. طيب هو اصلا يعني خلينا نروح لحته 50 50 دي. خليني اقول لك ان ما فيش حاجه اسمها في التحكيم 50 50. طالما في حاله تحكيميه يعني في قرار. نعم. ما يعني كلمه 50 50 دي غير موجوده خالص في التحكيم، ومش دارج خالص في قانون. لا ده انا اللي بقول ان حتى ممكن اكسب المباراه او اخسرها او اتعادلها بنسب 50 50. انا كلاعب كنادي كجمهور تمام. انا بتكلم ان كوره في ايد حارس مرمى 13 ثانية، 13 ثانية، مش 12 ولا 11 ولا 10 ولا لا، 13 ثانية. مش كان من المفترض يرجع ليه؟ يرجع ليه يا كابتن؟ ليه يا كابتن؟ يرجع ان احنا في غياب تام من لجنة الحكام ومن التعليمات ومن الاجتماعات ومن المحاضرات ومفيش حد. طب امال جايبين كلاتنبرج ليه؟ مش فاهم. موجود يا كابتن اسلام. هو مش موجود. يعني النهارده مثلا النهارده هو فين؟ وانا بكلمك دلوقتي حالا. نعم. هو مش موجود. هو مسافر من يوم 22، هو جه من رجع من كاس العالم وقعد 3 ايام ومشي. حتى الفيديو اللي خرج من كام يوم الفيديو ده نزل على صفحه الاتحاد هو مش موجود. عمله بره، اتقطع له واتعمل له بره. هو بيبعت فويس وبيركبه المونتاج وبينزل زي ما بتشوفه كده. طبعا النهارده مين بيدي التعليمات للحكام وبيتابع الاداء؟ هنا بقى هنا اجابه السؤال. مفيش حد بيتابع اداء الحكام عشان نصلح الكلام ده. لكن وفي حاجه بقى مهمه جدا بمناسبه الوقت الضايع. اتفضل. شفنا الوقت الضايع في كاس العالم بيتم في التعليمات اتخذت ان هو يتم احتساب الوقت الضايع بشكل فعلي. صحيح. بشكل تقديري زي الاول. كابتن محمد هل في تقنيه معينه بتحسب؟ ولا هي تعليمات لا التعليمات موجوده اوكي، لكن هل في تقنيه معينه من خلالها بيتم احتساب الوقت البدل او الوقت الضائع اثناء 90 دقيقه؟ لا
لا، هو الوقت الضايع بيتم احتسابه بمعاونه الطاقم بالكامل، صحيح. وحكام الفار بيساعدوا، بيتم بيأيد. لو مثلا على سبيل المثال حارس المرمى مثلا اتصاب وتعالج لمده 3 دقائق، بيتم تقييد الوقت ده لك 3 دقائق، بيكتب وبعدين بيحسب في نهايه حلو كل جدا، شوط. يعني الموضوع يدوي، ما فيهوش تقنيه، ما فيهوش لا 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 تكنولوجيا يعني. لا 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 خالص. طيب لماذا لا يتم تطبيقه في مصر؟ انا المره اللي فاتت وبرضه هنا من خلال قناه النادي الاهلي في الاستوديو التحليلي، كابتن ناصر عباس جاب الوقت اللي كان ضايع، مش الماتش اللي فات اعتقد يا كابتن ناصر، الماتش اللي قبله كان حوالي 6 دقائق وهو حسب 4 دقائق او حسب 3 دقائق حاجه كده يعني. مظبوط مظبوط، والكلام ده حصل في اكتر من مباراه مش مباراه واحده. والكلام ده حصل في اكتر من مباراه، مباراه واثنين وثلاثه. طيب طالما هو حاجه يدويه ما عنديش مشكله، حاجه يدويه، لو حاجه تكنولوجيه كنت هقول لك استنى لغايه لما التكنولوجيا تيجي، لكن انت طالما عارف يا كابتن اسلام، معلش انا اسف قطع كلامك، اتفضل. اثناء مباريات مونديال قطر 2022 وكاس العالم شغال، الاتحاد السعودي لكره القدم ادى تعليماته فورا للحكام في الدوري السعودي، طبق الوقت الضايع هنحتسبه بالشكل الفعلي زي كاس العالم. مفروض الموضوع مش محتاج تعديل، هو ما فيش تعديل في قانون كره القدم. هو الفرق كله ان هو كان عمليه تقديريه للحكم، ولكن نعم. قال لك لا احنا هنلعب ال 90 دقيقه كامله ومش هيضيع منها ولا دقيقه. طيب كابتن ناصر، على الجانب الاخر كابتن ناصر، طيب يعني احنا هنفضل نعاني من هذا الامر لغايه امتى؟ شوف يا كابتن سام، انا يعني احنا هنتكلم في المشاكل، المشاكل كتيره ومش هتخلص. انا بقول بالظبط رساله للاتحاد الكره يا كابتن اسلام من خلال قناه النادي الاهلي المحترمه، اللي احنا دايما مع الحكام ومساندين الحكام، وانت اول واحد بتساند الحكام خاصه هذا الموسم، واحنا وقفنا مع كلاتنبرج الى حد كبير جدا جدا يا كابتن حقيقي. انا بقول اتحاد الكره من فضلك، احنا في الموسم شغال محتاجين استقرار لجنه الحكام، لان ده بيؤثر بالسلب على الحكام وعلى التحكيم يا كابتن اسلام وعلى المسابقه بصفه عامه. حقيقي. خلي بالك لو انا كحكم مش شايف ان في مدير فني وفي جهاز فني معايا، انا مش اولا هغلط، ما حدش هيحاسبني، ما حدش هيوجهني. نعم. النهارده كابتن فين لجنه الحكام؟ لما يبقى تامر دري قدم استقالته، محمد فاروق قدم استقالته، مين اللي بيحط الحكام يا كابتن بتوع الاسبوع بكره؟ مين اللي هيحطهم؟ هو يا كابتن اللي حط الاسبوع التاسع والعاشر كان محمد فاروق مع ايمن دجيش مع تامر دري. من اول هم حطوا التاسع والعاشر خلاص. ال 11 الكابتن توفيق السيد هيبقى مسؤول مسؤوليه كامله عن تعيينات الدوري الممتاز بعد كده. السؤال من يدير مدير لجنه الحكام؟ احنا عاوزين جواب من اتحاد الكوره. من يدير حضرتك ايه يا اعلنت فندم؟ من التشكيل. يدير ايه؟ من هو مدير لجنه الحكام يا كابتن اسلام؟ وده حاجه مهمه وانا عارف بقول ايه. اوكي. مدير لجنه الحكام دي هو كابتن احمد ابو العلا. كابتن احمد ابو العيله ما طلعلوش قرار مدير. حلو جدا. كابتن احمد ما ابو انا العيله، انا عارف، بس انا بقول لك علشان تقول لي كده عشان ما يبقى هو ما يعني هو ده هذا المنصب، هذا المنصب شاغر حتى الان. ده السؤال بقى يا كابتن اسلام، لان هذا المنصب هو ده رمانه ميزان اتحاد الكوره، هو دوت اللي بيعمل كل حاجه خاصه بالشغل الاداري. اوكي. فاحنا النهارده كابتن احمد ابو العيله طلعوا قولوا ان احمد ابو العيله مدير لجنه الحكام او توفيق السيد مدير لجنه الحكام. تمام. دي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه يا كابتن، انا النهارده مين اللي هيشتغل في نادي الحكام النهارده بعد الاسبوع ال 11؟ هل الكابتن توفيق السيد اللي هيعين، ولا الكابتن احمد ابو العيله اللي هيعين، ولا مين اللي هيعين؟ القصه صعبه جدا. اتحاد الكره عليه، يعني انا بقول اهو دي نصيحه للاستاذ جمال علام واعضاء مجلس الاداره المحترمين، من فضلكم النهارده احنا في الموسم، احنا محتاجين المسابقه تمشي بشكل كويس والحكام تبقى عندها ثقه في لجنتها عشان تقدر تأدي وتدي الحقوق للأندية، والجمهور يبقى عنده ثقة في الحكام. يا كابتن ناصر، كابتن محمد معلش، على الجانب الآخر برضو أنا محتاج تقول لي على حلول من الممكن إن احنا نراها خلال الفترة القادمة، وحلول سريعة، لأنه احنا شايفين تخبط شديد جدا في لجنة الحكام. حد بيقول هيبقى موجود في كمدير لجنة الحكام، فجأة ما يحطهوش كمدير لجنة الحكام ولكن يحطوه في مكان تاني، وفي استقالتين على حسب ما هو معلن دلوقتي. الوضع خلال الفترة القادمة داخل لجنة الحكام هيبقى عامل ازاي؟ واحنا كأندية او كجماهير هنستفيد ازاي من هذا الامر؟ واحنا كنا جايبين او كان من المفترض ان كلادنبرج موجود عشان التطوير. كابتن محمد سامعني؟ انا سامع حضرتك، اتفضل. طيب بمناسبة المناصب اللي ذكرها الكابتن ناصر، هو قال مين مدير اللجنة مين؟ أنا عايز أقول لك إن التشكيل اللي تم إعلانه على صفحة اتحاد الكورة، نعم، هذا التشكيل أولاً مخالف للوائح
لجنه الحكام ومخالف للوائح. في اثنين حكام بيحكموا وموجودين في اللجنه. المفاجاه بقى ان الاثنين حكام دول محمد حسن وطارق سامي اتفاجئوا باساميهم معلنه ضمن التشكيل وهما ما كانوش يعرفوا ومحدش اصلا بلغهم بحاجه. حاجه غريبه جدا. دي الكارثه. الكارثه الثانيه ان النهارده كابتن توفيق السيد قبل ما يتم الاعلان راح قعد في اتحاد الكوره وبلغوه وقالوا له انت مدير اللجنه. بعد الاعلان اتفاجئ ان هو مش مدير اللجنه. تمام؟ الاعلان طلع زي ما كابتن ناصر قال مفيش مدير لجنه. الحاجه الوحيده اللي واضحه ان كابتن بيرك هو رئيس اللجنه، لكن مين اعضاء لجنه حكام الرئاسيه؟ مين اللجنه الفنيه اللي هتتم متابعه الحكام وتطورهم؟ مين كل محدش فاهم مين دوره ايه؟ محدش ايوه طبعا ده. يبقى خلاص خلي بقى الهادي سليمان يقف يمسك الكره 30 ثانيه، هو حد هيقول له انت بتعمل ايه؟ محدش بالظبط كده، محدش. انا عايز اقول لك على حاجه، وخلي بقى كل الجماهير اللي عايز يخبط، ما هنعمل ايه بقى؟ ما هو اصل المعنى اللي حضراتكم بتقولوه ده معنى صعب جدا 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 جدا. ده فجأة كمان حضرتك يا فندم دي قاعده بيتم تطبيقها. انا افتكرت، انا لسه كنت بقول للكابتن ناصر، انا افتكرت ان هي تم الغائها. لا، هي موجوده وبيتم تطبيقها في العالم كله. حتى مستر كولر نفسه المباراه السابقه كان واقف يعد 1 2 3 4، مش مباراه الهاني اللي قبلها كمان. هو معتقد ان الوقت هيتحسب زي كاس العالم بالظبط. عايز اقول لك كمان ان اي شيء بيطبق في كاس العالم هو اوتوماتيك بعد انتهاء كاس العالم بيبقى الزامي على كل الدوريات، لازم يتم تطبيقه. وبمناسبه لجنه الحكام لازم ناكد ان انا بقول لك معلومه دلوقتي من داخل فضل. الحكام نفسهم الحكام دلوقتي في حاله تخبط والموضوع ضبابي بالنسبه لهم. هم طبعا مش عارفين مين اللي بيدير لجنه الحكام. محدش بيديهم تعليمات او حد بيتابع الاداء. النهارده كلاتنبرج والمساعد بتاعه اللي تم اعلان ان هو هيمسك اداره الفار جاكوب او جاك، يعني طبعا هو اسمه جاك بس مكتوب اسمه غلط على صفحه الاتحاد. الاثنين مش موجودين. حتى دي غلط ماشي. هو اسمه جاك مش جاكوب. الاثنين مش موجودين. تمام؟ انت بتتكلم في اثنين هم بره. لما سالته وعرفت يا جماعه طب الراجل ده فين؟ قال لك الراجل ده هيشتغل مع الحكام اونلاين. اونلاين؟ اونلاين. طبعا النهارده ما فيش حاجه اسمها ان انا ادير التحكيم. الراجل كلاتنبرج من يوم ما جه مصر ما لبسش شورت وفانيلا ونزل الملعب مع الحكام اشتغل تدريب عملي. كابتن ناصر الحل يا كابتن ناصر، ما انا دلوقتي عندي ماتش بكره، هل سيكون هناك مراقب لهذه المباريات كابتن ناصر عباس؟ بص يا كابتن اسلام، يعني انا بتكلم معاك والله بامانه، انا 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 حزين على التحكيم المصري والله والله. انا اشتغلت في لجنه الحكام 11 سنه مسؤول اللجنه الفنيه 11 سنه في لجنه الحكام، ما شفتش التخبط اللي بيحصل حتى الان في هذه اللحظه. كابتن اسلام الحلول من فضلك، عندك كلاتنبرج هو بيسافر مفيش مشكله. اي لجنه حكام على مستوى الاتحاد الدولي او الاتحاد القاري او الاتحادات الاهليه عندنا نائب رئيس لجنه الحكام. طب حطينا نائب رئيس لجنه الحكام يبقى مسؤول في غياب كلاتنبرج، هو يدير ويسيطر ويشرف على كل الفروع. احنا عندنا 25 او 26 فرع يا كابتن اسلام. حضرتك في تشكيل لجنه الحكام حاطط كل الاعضاء كلهم، ده مسؤول توزيع الممتاز، ده مسؤول توزيع الكره النسائيه او الكره الصالات. مين اللي هيطور يا كابتن اسلام الحكام؟ لما انت حاطط كل الناس توزيعات توزيعات توزيعات، مين هيطور اداء الحكام؟ فانا بقول من خلال قناه الاهلي رساله، عشان احنا بنحب التحكيم، من فضلك شوف موضوع تامر دري وايمن دجيش. طب حد مثال مع احترامي، طب ايمن دجيش كان مسؤول تعيين سريعا بس يا كابتن عشان الوقت المساعدين اتفضل. كان مسؤول حكام المساعدين يا كابتن اسلام، فوجئنا ان هو خارج التشكيل تماما. يعني ايمن دجيش ما عملش اي مشكله عموما. خلينا يا كابتن ناصر نشوف الفتره اللي جايه. انا بصراحه كنت حابب ان انا اسمع راي حضرتك وراي كابتن محمد صلاح. اولا انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا كابتن ناصر عباس وكابتن محمد صلاح.